السلام عليكم، ازيك يا باشمهندس؟ في التوتوريال ده هنشرح ديزاين اوف كومبايند كولوم والليسنج بارز والباتن بليتس. الكونتنت بتاع التوتوريال هو كالاتي: اول حاجه الكومبايند كولوم كونسبت، ده حضرتك هيبدا معاك في الدقيقه الاولى من الفيديو ده، وانا هحدد لك كل بوينت وهتبدا امتى، علشان حضرتك لو حبيت تراجع حاجه معينه الكونسبت بتاعها تايه منك ليله الامتحان فحضرتك تقدر توصل لها. في الاكزامبل الاول ديزاين اوف 2i كومبايند كولوم موجود في الدقيقه 5:30 من الفيديو ده، ديزاين اوف ليسنج بارز موجود في الدقيقه 29:30 من الفيديو ده، ديزاين اوف 2c كومبايند كولوم موجود في الدقيقه 39:30، في ديزاين اوف باتن بليت في الدقيقه 47:50. زاد حضرتك هتلاقي في الديسكريبشن الفيديو ده البي دي اف اللي احنا شارحين منه التوتوريال، زائد كمان المحاضرات بتاع الدكتور عمرو. تمام كده؟ طيب احنا هنتكلم بس سريعا كده ايه فكرة الكومبايند كولوم. ماشي، حضرتك كان في الاول والمعتاد ان الناس بتبدأ تستخدم هوت رول سيكشن، تمام، بس القطاعات لما بتكبر قوي فبلاقي ان في حل اوفر. يعني القطاع بتاعك لو هوت رول سيكشن والمومنت حوالين الميجور اكسس اللي هو عندنا هنا اللي هو الاكس اكسس، حضرتك بتلاقي ممكن يكون الاي ميجور اللي هو الاي اكس ممكن يكون مش مكفي في قطاعات ريزنبل، محتاج قطاعات كبيرة قوي، او حتى اخر قطاع عندك في الجدول مش مسيف، فساعتها بنلجأ بقى الكومباين كولوم ده. تمام كده؟ ده في الشغل. طيب في الكلية لا، هو اللي هيحدد لك، يعني هو هيحدد لك هوت رول سيكشن او كومباين كولوم. تمام كده؟ طيب تعال بقى نشوف في الشغل، يعني انت مثلا حصلت فعلا مشكلة واحتاجت ان انت تلجأ للكومباين كولوم، فين التوفير بقى؟ اقول لك الاتي: لو انت مثلا عندك ده عمود اتش اي بي 600، ماشي، انت ممكن بدل اتش اي بي 600 ده وممكن ما يبقاش مسيف كمان، تعمل انجلز او تعمل تشانلز او تعمل ايات صغيرة بتبقى مسيفة. طيب ازاي؟ هنفترض مثلا ان عندنا 2i، هنجيب 2i كل واحد فيهم مثلا اي بي اي 300. تمام كده؟ عايز اعرف بقى ازاي لما جبتهم وحطيتهم بالشكل اللي هو قصادنا ده، ده بيدي القطاع بتاعنا في الاي ميجور بيزيد قوي والاي ماينور بيزيد قوي. تعال نشوف دلوقتي، لو حطيتهم بالشكل اللي هو قصادي ده فبلاقي اول حاجه بس تلاحظها انها لفيت العمود، يعني العمود بتاعي لف، فبقى الاي ميجور هو الواي اكسس. خلاص، يعني انت هتلاقي ان هنا الاي اكسس. طب انا ليه لفيته؟ هقول تعال نشوف، لو انا عملت بالشكل ده وعملت المسافه ما بينهم مثلا، هنخليها باللي هي الدبس بقى، هنسميها الدبس. ماشي، ده دي اهو السنتر لاين للسنتر لاين. تعالى نشوف الاي اكس زادت ولا والاي واي زادت ولا. اول حاجه المومنت انا بقول لك هو حوالين الاي واي اللي هو الميجور اكسس. طب ليه الميجور اكسس؟ لان هو الكبير. طب ليه الكبير؟ تعالى شوف الاي ميجور بيساوي الاي واي بتاع الاثنين اي. طيب الاي واي بتاع الاثنين اي ده اللي هو ايه؟ اللي هو بيساوي 2 مضروب في الاي اللي جاي من الجدول زائد الاريا بتاعت الاي الواحده في الدبس على الاثنين اول سكوير. شايف حضرتك الترم اللي هو قصادك ده؟ الترم ده هو السر يعني في الكومبايند كولوم. ليه؟ انت من غير ما تزود اريا ستيل، مجرد انت زودت المسافة الدبس بس، زودت لك الانيرشيا، فبتلاقي ان الميجور اكسس اللي هو هنا الواي بقى زاد جدا. فلو جيت قارنت الاي اكس اللي فوق بالاي واي اللي تحت بتاعت الكومباين كولوم، هتلاقي ان الاي واي هنا اكبر بكتير. خلاص، طيب يبقى انت كده عندك الميجور اكسس زاد. تعال شوف بقى الماينور اكسس، هيبقى الاي اكس. الاي اكس هنا بيساوي ايه؟ هل حصل تشفيت محاور؟ يعني في الاي واي حصل تشفيت محاور، عشان كده عملنا الترم ده. ليه؟ لان انت الواي اكسس بتاع مثلا العمود ده هنا والواي اكسس بتاع العمود ده هنا، فاحتجت ان انت تنقل محاور.
طيب ال IX هل نقلنا محاور؟ لا ما نقلناش، يبقى ال IX بتاع ال 2i بيساوي 2iX تمام؟ فهتلاقي حتى ان الماينور اكسس زاد برضو. طيب تعالى بقى نبدأ نطبق ده في مثال عملي. التوتوريال ده هو مرفع لكم وان شاء الله برضو نكتب لكم اللينك نكتب لكم اللينك في الديسكريبشن. طيب حاجة هتلاقيه على ال ام اس يعني، وهنكتب لكم برضو اللينك ان شاء الله. طيب تعالى نشوف بقى الديزاين اوف كومباين سيكشنز فور بيم كولوم. اول مثال بيقول لك ديزاين اسيوتبل بيلت اب سيكشن فور ا كريم كولوم سبيسد 2i سبيسد باي 50 سنتي اند ليسنج بارز فور شير ريزيستنس. ده ملاحظ بقى هو بيقول لك ايه، هو هنا اللي حدد لك الدبس المسافات ما بين السنتر لاين، السنتر لاين بتاع الاي، وده غالبا برضو اللي بيحصل في الامتحان ماشي. ليه هو محددهم لك؟ علشان مش كل واحد يطلع اجابه معينه، فعشان تبقى اجابه موحده للدفعه كلها فهو بيعمل الطريقه دي ان هو يحدد لك الدبس. وبعد كده هنعمل ديزاين للليسنج بارز. طيب ايه الستريننج اكشنز؟ قال لك الام التيميت اكس بتساوي 39 متر طن، والبي التيميت 29 طن، والشير 6 طن. هو عايز صمم انهي عمود؟ العمود اللي هو البيلت اب سيكشن ده اللي هو الكومبايند كولوم ده. طب انا عايز اعرف بس حاجه، هو الدكتور يعني شرحها دي في المحاضره بس ايه عشان لو محدش كان لقطها ان هي اتشرحت بسرعه. هي كانت كالاتي، الدكتور كان قال ان حضرتك عندك البيلت اب سيكشن او الكومبايند كولوم ده يعني، او هو ممكن نسميها هي، بيكون شايل كرين بيكون شايل ترس. طيب انا عندي العمود بتاعي اللي شايل كرين وشايل ترس، فمتوقع ان هو يكون ابعاده كبيره، فعملناه كومبايند كولوم زي ما قلنا. طيب اللي فوق بقى، اللي فوق الكرين اللي هو هنا ده حضرتك شايل، ده حضرتك شايل دلوقتي اللي هو العمود ده كده، العمود ده شايل تراس بس يعني تغطيه بس، فهل انا محتاج يكون كومبايند ولا علشان يكون ايكونوميك لازم ان انا اخليه هوت رول سيكشن؟ يفضل طبعا انت تخليه هوت رول سيكشن، فهو ده الشكل اللي قصاده. طيب ممكن نكمل الستيبس بتاعت الديزاين، هنمشي فيها واحده واحده. اول حاجه خالص هو لو جاب لك اليفيشن بس كده، فهيك اللي بتعمل البريسنج سيستم، فهتعمل اسيوم او سجستشن للبريسنج سيستم. فهيك انت عندك هنا 6 متر ونص، وعندي متر 80، وعندي 2 متر. فاول حاجه خالص بس عشان يعني نكون متفقين ان انت بتعمل استرات هنا واسترات هنا ماشي. بعد كده بتحط استرات عند الكرين، عند منسوب الكرين ماشي. ليه ده محطوط؟ علشان يشيل البريكنج فورس. بعد كده ممكن زود استرات تاني في نص العمود الكومبايند على اساس ان ده زاد عن 6 متر، او هو هنا ما زودش ماشي، فانت ليك الحريه يعني. دي اول خطوه. طيب تاني خطوه عايز اعمل تشويس اوف سيكشن. هتعمل تشويس سيكشن ازاي؟ هتقول الاتي، شايف حضرتك قطاع العمود اللي هو قصادك ده ماشي، احنا قايلين ان هو عليه مومنت وعليه نورمال صح، وعليه نورمال بالشكل ده. فالنورمال فورس اللي هي كومبريشن اللي هي ممكن نقول عليها بي بقى، نقول عليها ام ماشي. النورمال فورس دي اللي هي كومبريشن بيتقسم على القطاعين، فما اجي اقول الكومبريشن على القطاع الواحد اللي هو هنا ده بيساوي البي على الاثنين، حضرتك بتلاقي هنا مكتوب اهو اللي هو بي على الاثنين ماشي. طيب لو عايز احول المومنت ده لكومبريشن فورس، عايز احول الكابل، فاقول ان الاي دي شايله كومبريشن والاي الثانيه شايله تنشن. طيب الكومبريشن اللي هي شايلها قد ايه؟ هو المومنت على الدبس يعني، المومنت على الدي، دي اللي هي ايه مسافه من السنتر لاين للسنتر لاين. هيك هتيجي تحسبها زي ما هو حاسبها قصادك كده، فهتطلع ان الكومبريشن فورس بيساوي 92 طن، 92 ونص. بعد كده هيك هتعمل اسامشن للاف كريتيكال، اسيوم الاف كريتيكال
فهتيجي تقول ان ال F critical بتاعتي بتساوي 0.8 ل 0.9 ال F yield تساوي 2.16 تن على سنتيمتر مربع. خلاص. بعد كده الاريا بتاعتك، انا عايز اختار قطاع دلوقتي، فالاريا بيساوي ايه؟ بيساوي كومبريشن على 5 اف كريتيكال. جبناها لقينا ان الاريا دي هي المساوية او اصغر شوية من الاريا بتاعت اي بي اي 300، فقلنا احنا نختار 2 اي بي اي 300 سبيسد باي 50 سنتي. حضرتك بس محتاج تعملها للتشيك ده سريعا، اللي هو الدي على الاتش بيساوي 50 على 30 1.6 ما بين 1.5 و2. خلاص. يعني بتقسم الدبس على الهايت بتاع القطاع بتاعك. بعد كده حضرتك محتاج تجيب السكشن بروبرتيز. السكشن بروبرتيز هي حاجة من الحاجات اللي بتبين هل الطالب اللي بيحل ده فاهم ولا حافظ الخطوات بس. ليه بقى؟ عشان الجزئية اللي احنا قلناها اول حاجة في الكونسبت دي. ماشي. طيب حضرتك محتاج دلوقتي نوضح حاجة بقى. زي ما قلنا ان انت ال I Y هي ال I Major هنا، تمام؟ ليه؟ علشان هلفينا قطاع. تعال نجيب برضو الجزئية دي تاني. قلنا ان ال Major Axis بتاعك، Major Axis بتاعك هو بقى ال I Y، هو ده اللي حواليه المومنت. المومنت عندك هنا بيكون حوالين ال Y Axis. خلاص. طيب وقلنا ان ال I Major هو بيساوي ال I بتاع ال 2 Y، وبتلاقي ان هو بيخش ترم فيه الاريا في الديستانس على 2 سكوير. خلاص. وهي دي الزياده اللي مهتم بيها قوي الكومباين كولوم. يعني الكومباين كولوم كله معمول علشان احنا زودنا الدبس ده. خلاص. فايه بقى النقطه المهمه اللي انا بقولها لك اهو باكد لك عليها تاني؟ الميجر اكسس هنا هو الواي اكسس. تقول لي طب تفرق ايه معايا في المساله؟ اقول لك بص يا باشمهندس، حضرتك بتحسب بروبرتيز في اريا، فبتحسب اول حاجه الاي واي، بعد كده بتحسب الاي اكس. طيب حسبت الاي واي دي، الاي واي دي تستخدمها في ايه؟ في ايجاد الار واي. خلاص. لو بيساوي جذر الاي واي على الاريا. خلاص. جذر الاي واي على الاريا. قبل كده كنا بنقول مع ال باكلينج ان بتستخدم ار واي. قبل كده كنا بنقول مع ال باكلينج ان بتستخدم ار اكس. طيب انا دلوقتي قلبت القطاع زي ما احنا شرحنا، فبتلاقي ان الار واي هي اللي بتستخدم مع ال باكلينج ان. خلاص. وبالمثل بقى هتلاقي ان الار اكس اللي هي بتساوي جذر الاي اكس على الاريا هي اللي مع ال L buckling out. ماشي. حددت لكم اهو ان النقطة دي بتبين الطالب الفاهم من الطالب اللي مش فاهم يعني. خلاص. طيب تعال نكمل بقى بقية المثال بتاعنا. هيك هتيجي تلاقي بيحسب اول حاجة الاريا بتاعت الاتنين اي، فسهلة جدا 2 في الاريا بتاعت الاي الواحدة من الجدول. بعد كده الاي واي بتاع الاتنين اي، نفس الحاجة بقى اللي قلناها، 2 في الاي واي بتاعت القطاع الواحد زائد الاريا في الديستنس على 2 سكوير. بعد كده الار واي بتاعت الاتنين اي بيساوي جذر الاي واي بتاعت الاتنين اي على الاريا. طيب الار اكس هي بيساوي الار اكس بتاعت الاي الواحدة. طب ليه دي بقى؟ برغم ان احنا قلنا ان الاي بيساوي 2 اي. ما هي بص يا باشمهندس، تعالى برضو نجيبها هناك. في الجزئية دي احنا قلنا ان الاي بيساوي 2 اي، صح؟ الاي اكس بتاعت الاتنين اي بيساوي 2 في الاي اكس بتاعت الاي الواحدة. طيب تعالى ممكن نكتبها مثلا بالاخضر. طب والاريا؟ الاريا بتاعت الاتنين اي قلنا ان هي بتساوي 2 الاريا بتاعت الاي الواحدة. فحضرتك بقى اقسمهم كده على بعض. يعني تعالى جيب الار بقى اللي هي بتساوي جذر الاي اكس على الاريا. ماشي. هتلاقي الاتنين دي
بتطير مع الاتنين دي، ففي الاخر هتلاقي ان الار اكس بتاعت القطاع الواحد اللي هو الاي هو مساوي للار اكس بتاع الاتنين اي. تمام كده. طيب تعالوا نكمل بعد كده. الار زد هو المينيمم من الار اكس والار واي. يعني نستخدم ايه الار زد؟ يعني نستخدمها في ايه؟ لسه هوضح لكم. بس عامة يعني الار زد هو المينيمم منه. ماشي. بعد كده classification of section. ماشي. طيب ال classification of section حضرتك هتعرف classification of section كويس قوي من المحاضرة بتاعت الدكتور. ماشي. الجدال دي اللي بتكون given يعني في الامتحان، بتقول لك ان انت عندك لو القطاع بتاعك compact حضرتك بتستخدم الرقم ده اللي هو بي على تي اقل من او يساوي 58 على جذر الاف فيلد. تمام. ده بالنسبة للويب. بالنسبة للفلانجة سي على تي اقل من او يساوي 16.9 على جذر الاف فيلد. خلاص. هيك بتستخدم الارقام دي كده بتلاقي ان الفلانجة بتاعتك كومباكت وتلاقي ان الويب بتاعك كومباكت. بعد كده بعمل calculation of بي nominal. عايز احسب البي nominal. طيب لو محتاجين نعرف البي نومينال فاحنا بنستخدم الباكلينج عشان نجيب اللامدا ونجيب منها الاف كريتيكال. بعد كده بنجيب البي نومينال. فحضرتك بيقول لك ال باكلينج ان هو بيساوي 1.5 في 6.5. ماشي. والباكلينج اوت بيساوي 650 سنتي. طب تعالى نشوف الشكل ده في اللي كان جيفن عندنا. فاحنا عارفين قبل كده من الدكتور بقى كان شرحه ومن اللي احنا كنا شرحناه في السكيشن ان حضرتك بيكون الكرين كولوم بيكون الباكلينج لينس بتاعه او الباكلينج لينس اللي هو ده كده بيكون طوله قد ايه؟ 1.5 في الطول بتاعه ده 650 متر. تمام. ده في ال باكلينج ان. طب وال باكلينج اوت؟ ال باكلينج اوت بيساوي الطول الاكبر في البريسنج. يعني حضرتك بتشوف المسافه ما بين الاسترات واكبر تثبيت بعده اللي هو الهنج بقى المفروض هنا. شايف حاجه المسافه دي كده؟ المسافه دي كده بتكون اكبر مسافه عندك، فهي دي ال باكلينج اوت. خلاص. طيب طيب ماشي كده. يبقى احنا عرفنا ال باكلينج ان. بعد كده حضرتك محتاج بقى تعرف اللامدا بتاعتك تحسبها ازاي. فبتبدا في ترم جديد كده هيخش معانا اللي احنا شفنا بدايات عنه اللي هو الار زد ده. ماشي. ايه بقى بيتكلم في ايه؟ بص يا باشمهندس انا هشرح لك بمنتهى البساطه خالص. شايف حضرتك الباتن بليت اللي هي ماسكه العمود دي؟ اي مكان بقى ماسك العمود، باتن بليت، ليسنج بارز، اي حاجه، حضرتك بتلاقي فيه فراغات في النص. حضرتك بتلاقي فيه فراغات في النص. تمام. فانت في العادي كان يبقى شكل الباكلينج عامل كده، او خلينا نعملها بقى بالاحمر. ماشي. كان يبقى شكل الباكلينج عامل كده. ماشي. ويبقى ده الباكلينج حوالين واي. طيب هل مع وجود الفراغات دي مفيش اي تأثير؟ يعني مفيش ان هو يحصل ان تلاقي الحتة دي بتطلع زيادة كده لبره؟ يعني لو عايزين نتكلم بقى تاني هنقول ان ده كده هيحصل له باكلينج لوحده، هيحصل له باكلينج لوحده. وبعد كده اما يحصل بقى الجلوبال اللي هو حوالين واي هيزيد الباكلينج اللي هو في الفراغات ده على الباكلينج الجلوبال. ماشي. فده امتى بيحصل؟ ده يحصل لما يبقى فيه فراغ اثناء الدبس الموجود. هنا في فراغ اهو، ففي مكان هما يسيبوا فيه بعض، في مكان القطاع بتاعي هيسيب فيه القطاع التاني. فدي النقطة بقى اللي هنتكلم فيها. فهتيجي تشوف الطول بتاع الباكلينج اللي هو الطول ده، فعلى حسب بقى هو بيبقى طوله قد ايه زي ما الدكتور بقى شرح لكم في المحاضرة. ماشي. واحنا لسه برضه هنتكلم عنه تاني ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن الليسنج بارز. بس حضرتك اعتبر ان طول الفراغ ده دلوقتي اللي هو 100 سنتي. خلاص.
تعالي نجيب برضو تاني الجزئية دي، يعني نعتبر ده ان هو ايه 100 سنتي. خلاص ماشي، بيحصل حوالين ايه؟ بيحصل حوالين القطاع، بيحصل حوالين ار زد اللي احنا قلنا الاضعف. ماشي، فبتلاقي ان الباكلينج ان بقى، باكلينج ان اللي انا اكدت كذا مره اهو انها بنستخدم معايا الار واي، بيبقى ايه الباكلينج ان على ار واي؟ كل ده اول سكوير بتجمع عليه كي في ال زد على ار زد اول سكوير. خلاص طيب معلش يا باشمهندس، هو ايه الكي اللي هي ظاهره دي؟ الله حضرتك لو ترجع للمحاضره ماشي هتيجي تشوف الاتي، هتلاقي ان الكي في الباتن بليت 1.25، في الليسنج بارس بواحد. احنا مسالتنا وراجل قال في اول مساله ان المساله بتاعتنا هي ليسنج بارس، خدنا الكي بواحد تمام كده. فاحنا عملنا اول حاجه اللي هو اللامدا او دي، لسه بعد كده عملنا قصدي اللامدا ان اللي هي اول حاجه دي، بعد كده حضرتك هتعمل اللامدا اوت. ماشي، لامدا اوت بيساوي ايه؟ الباكلينج اوت على ار اكس بتاعت الاتنين اي، قلنا ار اكس اتنين اي هي ار اكس اصلا للاي الواحده، تتشيك ان هي اقل من 180. خلاص طيب، هل كده الباكلينج خلص؟ لا، في حاجه زياده بقى، في لامدا زد. يعني انت عندك لامدا ان ولامدا اوت ولامدا زد. لامدا زد دي اللي هي ال ال زد على ار زد، انت كنت مستخدمها هنا. طيب دي برضه حضرتك محتاج تشيك عليها لوحدها كده، تشيك عليها تكون الاقل من حاجتين زي ما هو مكتوب لحضرتك في المحاضره. هتلاقي ان اللامدا زد تتشيك عليها ان هي مره اقل من 60، ولو تمام تشيك برضو ان هي اقل من 2/3 الباكلينج ان على ار واي، او 2/3 الباكلينج اوت على ار اكس. فيعني باختصار 2/3 اللامدا ماكسيمم. خلاص، لامدا ماكسيمم من ايه؟ الباكلينج ان على ار واي والباكلينج اوت على ار اكس. تمام، يعني اختصارا كده حضرتك هتاخد الرقم ده كده، والرقم ده تشوف الماكسيمم منه واضربه في 2/3. فده اللي احنا عملناه، لقينا ان هو مسيف، يعني اللامدا زد اللي هي 29 دي اقل من 2/3 اللامدا ماكسيمم. بعد كده تعمل الجدول اللي هو احنا متعودين عليه بقى من ايام الكومبريشن ممبر، اللامدا ان تجيب الاف اويلر، بعد كده اللامدا سي لقيت ان هي اقل من 1.1 جبت الاف كريتيكال، بعد كده حسبت البي نومينال اكس. بي نومينال اكس بيساوي ايه؟ اريا بتاعت الاتنين اي مضروبه في الاف كريتيكال، والبي نومينال واي نفس القصه بالظبط برضو اف اويلر ولامدا سي واف كريتيكال، يبقى الاريا جروس مضروبه في الاف كريتيكال، لان هي بي نومينال اكس هنا بكام؟ ب 230 وهنا ب 227. ولو حضرتك فاكر بقى كويس من ايام الدرس اللي احنا كنا بنشرحه الاسبوع اللي فات بتاع القطاع اللي عليه مومنت ونورمال البيم كولوم، فانت مش بتستخدم الاكبر منهم، لا انت بتستخدم الاثنين، بتستخدم ده في الان بلين ستابيليتي وبتستخدم ده في الاوت اوف بلين ستابيليتي. تمام طيب، بس في معلومه صغيره عايز اوضحها لكم، هي الجزئيه دي في المحاضره حاجة اوضح لك حاجه بس معينه، عشان ايه؟ احنا بنشرح كيس واحده اللي هي المثال، بس انا اوضح لك حاجه عشان دي الجنرال بقى تكون فاهم الدرس كله على بعضه. لو انت عندك فور انجل، فالفراغات دي مش موجوده بس في الامبلان، لا زي ما الدكتور وضح لك بقى ان هي موجوده في الامبلان اللي هو هنا كده في الاوت اوف بلان. فهتلاقي ان الترم بتاع ال زد ده هو داخل مع حضرتك في الان بلان وفي الاوت اوف بلان. خلاص، دي نقطه بس مهمه ايه واجب التنبيه عليها. طيب تعالوا نكمل. بعد كده بنعمل كالكوليشن للام نومينال. الكالكوليشن بتاع الام نومينال هنا بسيط خالص، يعني مش مندخلك بقى ايه في قصه اللاتر تورشن باكلينج والكلام ده، لا يعني ابسط من البساطه. بتلاقي الام نومينال بيساوي الام بلاستيك. طب الام بلاستيك بيساوي ايه؟ ده للكومباكت سيكشن طبعا، واحنا شايفين ان هو كومباكت.
وانت طالما بتختار اتنين اي فاكيد ان هما هيكونوا كومباكت يعني. بعد كده هتعمل ام بلاستيك بيساوي اتنين في الاريا. طب انا بس عايزك ايه عشان الترم ده كده يتفهم، فارسمها لحضرتك سريعا. عايز اعرف الام بلاستيك بتاعته بتساوي ايه. فاقول ان انا اول حاجة ارسم الاستريسز على القطاع، تمام؟ فاجي ليه عندي بالشكل ده. وهنا اف فيلد دي قيمة الاستريس. طيب القطاع بتاعي هو عليه مومنت بالشكل ده كده اهو، خلاص ده مومنت. فهاجي اقول ان القطاع بتاعي اللي هو الاي سيكشن اللي هنا عليها كومبريشن، خلاص، والاي التانية دي عليها تنشن. فانا عايز اجيب قيمة الكومبريشن. الكومبريشن بتساوي ايه؟ بتساوي الاي الواحدة مضروبة في الفيلد. يبقى الكومبريشن بيساوي الاريا بتاعت الاي مضروبة في الفيلد. وعايز اجيب هي بتعمل مومنت قد ايه، بضربه في قد في قيمة قد ايه اللي هي الدبس على الاتنين، والتنشن زيها بالظبط. فبتلاقي بيقول لك ان الام بلاستيك بيساوي اتنين على اساس ان هي مرة كومبريشن ومرة تنشن، اتنين مضروبة في الاريا بتاعت الاي الواحدة مضروبة في الدبس على الاتنين مضروبة في الاف يلد. خلاص كده جابت لك الام بلاستيك. دي طريقة مبسطة وسهلة جدا يعني. الام نومنال اكس بيساوي الام بلاستيك. وما بندخلكوش بقى خالص يعني ايه، وما بنتكلمش، وبنعتبر ان دايما ان القطاعات اللي هي البيلت اب سيكشن او الكومباين كولوم ما بيحصلش فيها لاتر تورشن باكلينج، خلاص هي دايما المومنت بتاعها بيساوي الام بلاستيك. بعد كده تشيك انتراكشن ايكويشن. انت عندك هنا ان هو سنجل مومنت، فبنشيك في الام بلين والاوت اوف بلين. فزي ما احنا قلنا قبل كده بتشوف البي التيميت على الفاي في البي نومينال اكس، هتشوف القيمه بتاعتها، لقيتها اقل من 0.2 بتخش في المعادله الاولى. انت بيبقى عندك معادلتين بتخش في معادله منهم، تمام كده. المعادله دي المفروض ان هي بتكون جيفن يعني. حضرتك دخلت في المعادله ولقيت ان ستريس ريشيو 0.79، فكده تبقى مسيبه. بتخش في الاوت اوف بلين ستابيليتي، بتستخدم معاها بقى بي نومنال واي مش بي نومنال اكس. في الام بلين بنستخدم بي نومنال اكس، في الاوت اوف بلين بنستخدم بي نومنال واي، تمام. جينا استخدمنا البي نومنال واي فطلع لك 0.66. كده يبقى حضرتك شيكت على القطاع بتاعك. في حاجه قلتها وهكررها تاني اهو. شايف حضرتك البي نومنال اكس دي؟ تاخد بالك دايما ان احنا عاملين قلب محاور. يعني البي نومنال اكس دي اللي هي جت من ايه؟ تعالى اطلع فوق كده، هتلاقيها جت من اللامدا ان. يعني البي نومنال اكس جت من اللامدا ان. طيب واللامدا ان دي اللي هي جت من ايه؟ اللامدا ان دي اللي هي جايه من الار واي. فتاخد بالك دايما من قصه تبديل المحاور دي. يعني باختصار عشان بس ما تلخبطش نفسك، هتمشي المسألة كلها بتاعتك عادي، إلا لما تيجي تحسب لامدا إن ولامدا أوت، تقول لامدا إن هي معاها أر واي، لامدا أوت هي معاها أر إكس، تمام كده؟ أنا قلتها قبل كده وعدتها تاني علشان محدش يتلخبط فيها. طيب يا باشمهندسين، دلوقتي هنتكلم عن ديزاين الليسينج بارز بتاعت المسألة اللي احنا شغالين فيها. أولا الليسينج بارز بتتصمم على إيه؟ زي ما الدكتور بقى شرح لكم في المحاضرة إن هي بتتصمم على الفي ستار. ماشي، يعني الشير وزيادة عليه حاجة تانية. طيب الشير منطقي لان انت فورس شير كده، لو انت سبتها سبت العمودين بتوعك اللي هما الكومبايند من غير الممبرز اللي شبه التراس دي، فهتلاقي ان العمودين وقعوا، فانت جبت ليسنج بارز عشان تربط الاعمدة، فالشير ده حاجة منطقية. طيب في ترم تاني باخده اللي هو ايه، 2% من البي التيميت. انت لو عندك بي التيميت بالشكل ده كده ماشي،
في هايك انت بتصمم على 2% منها. طب ليه بقى؟ عشان حاجة بسيطة خالص. انت شايف البي التيميت بتاعتك دي؟ البي التيميت دي هي بتسبب حاجة شبه الشير، يعني هي بتسبب باكلينج، بتسبب باكلينج كده. فانت مش الشير عايز يزق الأعمدة في الاتجاه ده، والباكلينج برضو بيزق العمود في الاتجاه، لكن الأعمدة عايز تفتح، فالأعمدة عايز تفتح فبيقوم ماسكها الليسنج بارز، ماشي، أو الباتن بليتس، الاتنين بنفس الكونسبت بالظبط. ليه؟ لأن هما اللي بيمسكوا الأعمدة بتاعتنا إن هي تقع لبره كده. فالفي ستار بيساوي الفي التيميت بلس 2% من النورمال فورس. 2% قيمة صغيرة، يعني انت 6 زودنا عليها 2% من 29 طلعت 6.58، خلاص. طيب الفورسز في الليسنج بارز، عايزين بقى نوزع الفي ستار بتاعتنا دي. يعني احنا خلاص بقى نمسح الكلام اللي فات ده، احنا مالناش دعوة بقى ولا في ولا 2%، احنا هنشتغل كله بالفي ستار، تمام. فتعالى بقى نشوف الفي ستار بتاعتنا دي، عايزين نجيب الفورس في الممبر الواحد. فاول معلومه بس لازم تكون عارفها، ان نمبر اوف ليسنج بارز هما 2. يعني ايه 2 بقى؟ انت العمود بتاعك متربط هنا ومتربط ورا برضو. يعني انت لو عندك القطاع بتاعك مثلا اي كده واي تاني جنبه كده، ماشي، فهتلاقي ان هنا في ليسنج بارز. هتلاقي ان هنا كده في ليسنج بارز، ماشي، وورا برضو في ليسنج بارز، ماشي. فده بلان وده بلان. فانت دلوقتي اللي بتصممه هو واحد منهم، فدايما بنقسم على الاثنين، يعني في ستار على ان كوزين الفا، خلاص. الان دي ايه؟ هي الاثنين، على اساس ان انا عندي مستويين، ماشي. فدي عرفنا ايه سبب الاثنين، ومحدش ينساها بقى في الامتحان، بتتنسي كتير دي، يعني انا بقول لكم اهو. بعد كده انت عندك الفورس جاي في الاتجاه الافقي، والليسنج بارز دي على المستوى المايل، فبتقسم على كوزين الفا اللي هي الزاوية مع الافقي، خلاص، اللي احنا معتبرينها هنا 45. طيب عايزين نشوف بقى الدايمنشنز بتاعتنا. الدايمنشنز بتاعتنا ال اللي هو الطول بتاع الممبرز هو بيساوي الدبس على كوزين الفا، اللي هي 50 سنتي على كوزين 45 اللي هو تقريبا 70. البي بي اللي هو ممكن تقول بقى ايه الدبس بتاع القطاع بتاعك ده، بيساوي ال على 10، ف 70 على 10 بيساوي 7 سنتي. طيب السيكنس ال على 50، 70 على 50 بيساوي 1.4. هنا ما كانش محدد الكونكشن بتاعت الليسنج بارز، فحكي اعتبرتها ان هي ويلدد. طيب انا بقى في حاجه كنت قلت لك اعتبرها بس كده لغايه لما نيجي افهمها لك. هنا في اول مساله خالص كنت قلت لك ايه؟ قلت لك اعتبر ان المسافه والفراغات ما بين الاعمده اللي احنا قلنا المسافه دي كده، اللي هو الراجل طيب هنا كاتبها 2 الدبس، قلت لك اعتبرها لي ان هي 100 سنتي، تمام. طيب ليه بقى 100 سنتي؟ انت حضرتك ده الدبس، وقلنا ان الزاويه بتاعتنا 45، احنا معتبرينها دلوقتي 45، ف 45 يعني كل ما بتمشي مسافه افقيه بتمشي زيها راسيه، فانت هنا مشيت مسافه افقيه دبس فبتطلع الدبس، يبقى دي اول مسافه اللي هي الدبس، وتزود عليها المسافة التانية عشان تبقى من أول هنا لغاية هنا. فأنت عندك الطول اللي مش ممسوك من أي عمود، سواء بقى الطول ده أو الطول ده، هو دايما 2 الدبس لو أنت معتبر الزاوية بتاعتك 45، خلاص. ده عشان بس أديلك سبب ال 100 سنتي اللي احنا اعتبرناها في المسألة في الأول، لما كنا بنحسب ال باكلينج ان وال ال زد والقصه دي كلها. طيب تعال نكمل. ال باكلينج
طيب تعال نكمل. فبنقول ان ال باكلينج بتساوي ال الطول كله اللي هو 70 سنتي، لان يعني مفيش حاجه ماسكاه، دي حاجه منطقيه، على كامل طول اهو مش ممسوك. طيب انا هصممه ان هو كومبريشن ممبر ولا تنشن ممبر؟ هصممه هو ممكن يجيله تنشن وممكن يجيله كومبريشن، فحضرتك بتصمم على اساس ان هو كومبريشن وتشيك عليه على اساس ان هو تنشن. فال ال باكلينج خلاص معانا اللي هو 70 سنتي، فبتيجي تحسب الار اكس. الار اكس بتساوي ايه؟ بتساوي الجذر الاي على الاريا. طيب معلش عشان ممكن برضو حد مش متخيلها، هو فين القطاع اصلا اللي هحسب له اي واحسب له اريا؟ القطاع بتاعك هو مستطيل كده، قلنا ان البي بتاعته 7 سنتي، وقلنا ان السيكنس بتاعه هو ال 1.4 سنتي. خلاص، فانت تحسب بقى الار اكس بالشكل ده، جذر الاي على الاريا، وتحسب اللامدا اكس. اللامدا اكس دي حضرتك المفروض تشيك عليها ان هي ما تزيدش عن 140، خلي بالك بقى مش 180، ها ما تزيدش عن 140. طيب هنا زادت، فتقوم مزود السيكنس بدل ما هو 1.4، يعني عندي انا السيكنس هنا 1.4، اجي اقوم مزودها 2 سنتي وعامل تشيك تاني. عمل التشيك سيف معاه في جزئيه اللامدا. طيب سيف اللامدا لازم اشيك برضو كفورس، فجبت الاف اويلر وجبت اللامدا سي طلعت 1.3، يعني اكبر 1.1 كده. جبت الاف كريتيكال، بعد كده حضرتك بتجيب البي نومينال، لقينا الفورس في ليسنج بارز اللي هي 4.65 هي اقل من الفاي في البي نومينال، فهي كده سيف. طيب بعد كده هتشيك على اساس نو تنشن ممبر. معاك بتشيك اساس نو تنشن ممبر، ايه هي اللي تشيكس الزياده او المختلفه؟ اكيد مش هتشيك باكلينج تاني خلاص يعني. فاول حاجه بس التشيك بتاع ال على الدي ده، هو ده احنا كنا بندرسه السنين اللي فاتت في التنشن ممبر، بس في السنه دي هو اتلغى. هو بسيط خالص، انت بتشيك بس ان ال على دي اقل من 60، ف يعني هو حاجه بسيطه لو بس حد يعني ممكن ما كانش شاف الترم الاول، فعشان كنا بنهمل اصلا التشيك ده، فانت لو اهملته الترم التاني مش هيحصل حاجه، او لو عرفته وقلت ان ال على دي اقل من 60 وهي دايما بتطلع اقل من 60 اصلا، فهيبقى سيف يعني. ماشي، بعد كده بتشيك ييلدنج، فبتقول ان فاي بي نومينال اللي هي 0.85 اف ييلد في اريا جروس هي تكون اكبر من الفورس اللي في الليسنج بارز، وهي اكبر بكتير اساسا، والفورس اللي سبب فراكشر اللي هي 0.7 في اف التيميت في الاريا نت. طبعا الاريا نت هي الاريا جروس هنا، لان احنا مفترضين ويلدنج، مفترضين ان احنا شغالين لحام، فاللي حصل برضو ان هي اكبر من الفورس في الليسنج بارز. تمام كده، بعد كده هنصمم الويلدد كونكشن اللي هي بتاعه الليسنج بارز. دي اسهل ويلدد كونكشن حضرتك ممكن تصممها في حياتك كلها يعني. هو فين اصلا الويلد؟ حضرتك الويلد هنا اهو، يعني ده كده خط الحام اهو، وده خط الحام تاني. خلاص، فانا عايز اشيك فانا دلوقتي عايز اشيك ان الويلد بتاعي ده هيشيل الفورس اللي هي في الليسنج بارز اللي هي بالشكل ده. فباجي بقول ان ال L actual بيساوي ال F ليسنج بارز على فاي في 0.4 ال F ultimate في 2 ال S 2، طبعا عشان احنا شايفين ان هما ايه لحامين في ال S بلس 2 S. هيطلع لك الطول المطلوب هو 4.3 سنتي، اقل حاجه خالص هي 5 سنتي. خلاص كده، دلوقتي هنخش على اكزامبل اللي هو الاكزامبل التاني اللي عندنا. جاء لحضرتك ديزاين بيلت اب سيكشن مكون من 2 سي سبيسد باي 50 سنتي اند باتن بليت فور شير ريزيستنس. ماشي، ايه الجديد في المساله دي؟ موضوع ان انت تصمم كومبايند كولوم هتلاقيه مكرر، فممكن نمشي فيه سريعا لان احنا شرحناه بالتفصيل. لكن الباتن بليتس هي دي الجزئيه اللي محتاجين نركز فيها ونعرف ايه بقى قصه الباتن بليتس وازاي بنطبقها في المسائل. طيب حضرتك الكومبايند كولوم قال لك ان الام التيميت عليه 36 متر طن،
ال بي التيميت 26 طن، ال في التيميت 5 طن. ده الشكل بتاع الاليفيشن. فاول خطوه زي ما احنا متعودين بتعمل suggest a suitable bracing system. فانت لو طول عندك 7 متر لغايه الكرين، بحيث محتاج استرات عند الكرين، محتاج استرات في النص، محتاج استرات هنا، محتاج استرات في اخر التراس بتاعك. فدي حاجة اساسية يعني. فبتلاقي البريسنج زي ما احنا توقعناه هو مرسوم قصادنا اهو، تمام. بعد كده choice of section، تعمل choice of section زي ما اخترنا بقى قبل كده. بتجيب الكمبريشن على القطاع الواحد اللي هو السي، وبتقول ان بي التيميت على الاثنين على اساس ان احنا عندنا 2 سي، الكمبريشن بتتقسم على الاثنين، والمومنت على الدبس علشان ده جزء كومبريشن وجزء تنشن زي ما شرحنا. فجبنا ال سي التيميت. بعد كده بتجيب تفترض الاف كريتيكال من بوينت 8 لبوينت 9 الاف يلد، والاريا بتساوي الكومبريشن على الفايف الاف كريتيكال. اخترنا تشوز 2 يو بي ان سبيست باي 50 سنتي. حضرتك ملاحظ الفرق الكبير والتوفير اللي بيعمله الكومبايند كولوم؟ يعني ده 2 يو بي ان 280. هيك المومنت اللي عندنا ده عشان تسيفه بحاجة تانية تكون مثلا شكل اي، هتلاقي ان انت عايز اي كبير جدا، عايز اريا اكبر بكتير من اريا بتاعت 2 يو بي ان 280. يعني 2 يو بي ان 280 دي اريا اقل بكتير، فالتوفير في الكومباين كولوم هو واضح جدا. تشيك الدي على الاتش بيساوي 50 على 28، بنشيك ان هي ما بين 1.5 و2 زي ما قلنا. بعد كده بتجيب البروبرتس اوف اريا. الاريا بتاعت الاتنين سي 2 في الاريا بتاعت السي الواحدة. الاي واي بيساوي زي ما شرحنا بقى في المثال الاول، 2 في اي واي بتاعت السي الواحدة بلس الاريا في الديستنس سكوير، ديستنس على 2 سكوير. بعد كده الار واي بيساوي جذر الاي على الاريا، والار اكس بتاعت الاتنين سي بيساوي الار اكس بتاعت السي زي ما وضحنا. وبرده قلنا في المثال الاول ان الار زد هي الاقل من الار اكس والار واي، تمام كده. طيب بعد كده بنشيك الكلاسيفيكيشن اوف سكشن. فقلنا ان السي على تي بنشيك ان هي اقل من 16.9 على جذر الاي فيلد، والاتش ويب على تي اقل من 58 على جذر الاف. بعد كده بعد كده بنجيب البي نومينال. البي نومينال لازم نحسب معاها الال باكلينج ان والال باكلينج اوت، تمام. فتعال نشوف بقى الال باكلينج ان والال باكلينج اوت اللي هو الراجل ده جابهم، نحسبهم احنا لوحدنا. فجي قال لك ايه؟ جي قال لك العمود بتاعنا ده هو ما حددش الفيكسيشن بتاعه تحت، هل هو هنجد ولا فيكسد. ففي معلومه حضرتك تكون عارفها، هو ان الكومبايند كولوم دايما القاعده بتاعته في الامبلان بتكون، فزي ما احنا بنقول ان الكومبايند كولوم القاعده بتاعته في الامبلان دايما بتكون فيكسد، تمام. ده ليه؟ علشان القاعده نفسها كبيره. انت عندك عمود بيكون سي كده وسي كده، والدبس ما بينهم عندنا مثلا 50 سنتي، فكل القاعده دي ما ينفعش تقول ان القاعده زي دي هي هنجد، لان الدبس الكبير ده هحولها لفيكسد، خلاص. فحضرتك عارف مسبقا ان القاعده في الامبلين بتاعه الكومبايند كولوم هي فيكسد. طب في الاوت اوف بلين لا، بتكون هنجد عادي، خلاص، علشان الدبس بتاعها ما بيكونش كبير اساسا يعني في الاوت اوف بلين بقى. فتعالى شوف هنا في الامبلين، هنا فيكسد، وقلنا ان لما بيكون وقلنا قبل كده ان التراس بتاعنا لو كان القاعده بتاعته فيكسد، فبنلاقي ان الكي هي ب 1.2، تمام كده. طيب ده ليه؟ قلنا ان الرقم اللي موجود في الكود المقابل اللي تحت فيكسيشن وتحت فيكسد على رولر هي ب 1.2، كي بتساوي ب 1.2، خلاص. الكلام ده يعني المفروض اتشرح بقى في السكاشن في المحاضرة بتاعة البيم كولوم عامة.
خلاص. طيب تعال نشوف بقى في الاوت اوف بلين. في الاوت اوف بلين اكبر مسافة عندك هي 3.5 اللي هي نص السبعة، تمام كده. فهتلاقي ال L باكلينج ان هي 1.2 ال L زائد نص الدبس بتاع التراس فوق، وال L باكلينج اوت هو 350 سنتي. طب ال L زد، ال زد زي ما قلنا هي اعتبرها معايا دلوقتي 100 سنتي، واقول لك برضه سببها لما نيجي نشرح الباتن بليتس، تمام. طيب اللامدا اوت، لامدا اوت بتساوي مجموعه ترمين زي ما قلنا، ال L باكلينج ان على الار واي اول سكوير زائد ال K في ال L زد على ار زد اول سكوير. الترمين دول قلنا ان الدكتور كان قال ووضح في المحاضره، المحاضره حتى كانت عندنا اهي، ان الباتن بليت بيكون الكي بتاعتها في 1.25. واحنا قلنا ليه؟ ان هو في ترمين مش ترم واحد في المثال الاول. خلاص لقينا ان ال L باكلينج ان هي ب 67، ولامدا اوت بتساوي L باكلينج اوت على ار اكس اللي هي 32. بعد كده حضرتك بتشيك لنا اللامدا زد اللي هي وضحناها بقى في المثال الاول، بتساوي ال L زد على ار زد هي اقل من 60 واقل من 2/3 اللامدا ماكسيم. طيب اللامدا ان بتوصل منها حضرتك للبي نومينال اكس، واللامدا اوت حضرتك بتوصل بيها للبي نومينال واي باستخدام بقى اللامدا والاف كريتيكال وكل اللي احنا وضحناه. طيب الام نومينال، الام نومينال بيساوي الام بلاستيك، والام بلاستيك بيساوي ايه؟ 2 في الاريا بتاعت الشانل الواحده مضروبه في الدبس على الاثنين مضروب في الاف فيلد، والكونسبت بتاع الجزئيه دي شرحناها في المثال الاول. فالام نومينال بيساوي الام بلاستيك اللي هو بيساوي 63.96. حضرتك في اي درس في سنجل سنجل مومنت في اتجاه واحد بس، حضرتك بتخش بتعمل ان بلين ستابيليتي والاوت اوف بلين ستابيليتي. ف ليميت ستيت واحد بتشيك البي التيميت على الفاي في بي نومينال لانها اقل من 0.2، بتخش في القانون ده. لو كانت اكبر فكان في قانون تاني لقيناها 0.74 الستريس ريشيو، في الاوت اوف بلين لقيناها 0.57، فكده يبقى سيف. طيب تعال نخش بقى في الجزئيه اللي انا عايز اركز عليها اهم في المثال التاني ده، وهي ايه؟ هي ديزاين الباتن بليتس. طيب قبل ما نخش على الستبس بتاعت الباتن بليتس، احنا هنقول بس الكونسبت بتاعها سريعا. بس هي الاثباتات بقى اللي هي موجوده مثلا عشان تعرف الفورس دي جت منين، هي موجوده في المحاضره يعني، ماشي. لكن الفورسز بقى والكونسبت الاساسي بتاعها يعني الكونسبت البسيط هشرحه لكم دلوقتي، تمام. فتعال نشوف. انا دلوقتي عندي عمودين بالشكل ده، تو شانلز، خلاص، ورابط ما بينهم بالاحمر ده اللي هو الباتن بليت، باتن بليت بالاحمر، بعد كده باتن بليت ثانيه، بعد كده باتن بليت ثالثه. ايه الفكره؟ يعني ايه الفكره اللي هم عايزين يحلوا بيها ويجيبوا الفورس جوه البليت دي؟ قال لك انا لو جيت اثرت فورس في الاتجاه ده كده اللي هي الفي ستار بتاعتنا بقى، ماشي، فايه السترنج اكشنز اللي هتتولد؟ لو السترنج اكشنز اللي هتتولد هي بالشكل ده، يعني يعني كحل ستراكشر شيلوا كل باتن بليت واقوم يعني ممكن ايه مثلا نقوم حاطين ممبر كده بالاخضر في نص كل باتن بليت اللي هو هنا ده، تمام. ممبر ده اللي هو اللي هو عندنا هنا اهو، خلاص، وشالوا السنتر لاين بتاع كل عمود وحطوا مكانه اللي هو الممبر الرأسي ده، خلاص. فجم لقوا الستيلنج اكشنز اللي بتتولد بتبقى بالشكل ده زي ما الدكتور وضح لكم ان هو المومنت بتاعنا بيكون لينير، مبقاش فيه بارابولا او تغير. فطب الشكل ده بيساوي ايه في الاستراكشر ده؟ الكلوزد فريمز لو حضرتك تعرفها بقى، تمام. طيب قالوا عندي شير فورس بالشكل ده وبقى عندي الاستراكشر بتاعي هو كلوزد فريم والستنج اكشن بالشكل ده، هل ينفع ان انا احل واجيب الانترنال فورسز وهو مقفول؟ لا،
طب ايه بقى البديل؟ البديل ان حضرتك بتبدأ تخلق intermediate hinge، يعني انت عارف دايما ان في نص العمود في hinge. ليه؟ لان هو zero moment، فدي hinge كده تخيلية، ودي hinge تخيلية، ودي hinge تخيلية. تمام؟ طيب فده الكونسبت اللي هم بدأوا بيه حلوا الباتن بليتس. بس انا قبل ما ابدأ احل انا محتاج اعرف الدايمنشنز المبدئية، يعني ارتفاع الباتن بليت دي قد ايه، المسافة ما بين باتن بليت والتانية قد ايه، محتاج اعرف كل الحاجات دي قبل ما ابدأ اصلا. فهنيجي نشوف بقى الدايمنشنز المبدئية دي. بيقول لحضرتك انت بتحسب لنا الفي ستار. اول حاجة يعني ال V star دي بتساوي ال V ultimate plus 2% من ال V ultimate. ده الشير وده النورمال زي ما احنا وضحنا قبل كده في الليسنج بارز، نفس الفكرة بالظبط، نفس الطريقة يعني. بعد كده ال Batten plates dimension بتلاقي ان ال H هي 0.75 ل 1.5 ال D. احنا اخدناها واحد يعني رقم في النص، فاخدنا ان ال H بتاعتنا هي 50 سنتي. طيب ال T السيكنس هي ال H على 50 اللي هي بواحد سنتي. طيب قال لك السيوم ال spacing ما بين ال Batten plates بستين سنتي. هي دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على حاجة درسته في المحاضرة اللي بيقول لك دايما ان ال spacing هي من واحد لاتنين ال D، هي رقم في النص. تمام؟ فاحنا اعتبرناه هنا ايه؟ 60 سنتي. فقال لك ان الاي مسافة بقى من السنتر لاين بتاع الباتن بليت للسنتر لاين بتاع الباتن بليت اللي تحته اللي هي الاي هي 110 سنتي. تمام كده؟ فدي اللي هي الاي معانا، عشان بس محدش يتلخبط تاني. انا ممكن نشيل كل الكتابات واوضح لك بس حاجة عشان محدش يتلخبط تاني. ايه هي الستين؟ الستين دي من اخر الباتن بليت لغاية اول الباتن بليت اللي تحت. طيب ايه الاي؟ هي من سنتر لاين الباتن بليت لسنتر لاين الباتن بليت اللي تحت. خلاص دي الاي. تمام ما حدلكش كونكشن، فاحنا هنا اعتبرناها ان هي ويلدد كونكشن للباتن بليت. طيب يا باشمهندسين الستريننج اكشنز المتولدة في الباتن بليت بنجيبها ازاي؟ يا باشمهندسين دلوقتي عايزين نجيب الستريننج اكشنز بتاعت الباتن بليت. خلاص هي الكونسبت بتاعها بسيط جدا، يعني زي ما احنا قلنا ان انت بتعتبر كل باتن بليت كانها ممبر افقي في انترميديت هنج، وكل عمود هو ممبر راسي في نص وفي انترميديت هنج. خلاص فبمنتهى البساطه حضرتك هنا في كيو ستار او في ستار، يعني مش تفرق، ماشي نسميها مثلا كيو ستار. هي هي الكيو ستار بتاعتك دي انت عايز توزعها على الانترميديت هنجز اللي هنا. فانت عندك يعني باتن بليت موجوده في البلين ده، في باتن بليت موجوده في البلين اللي ورا، يعني عشان بس ما حدش يكون مش متصور الموضوع ده، ان انت عندك لو تو شانلز بالشكل ده كده فانت عندك هنا في باتن بليت ورا في باتن بليت تانية. اذا الكيو ستار دي هي بتتقسم على جزئيتين، كيو ستار على الاتنين في البلين ده، في كيو ستار على الاتنين في البلين اللي ورا. فاما تيجي كيو ستار على الاتنين هنا نص كيو ستار على الاتنين بتروح للانترميديت انج ده، ونص بيروح للانترميديت انج ده. فبتلاقي الوضع بقى كالاتي، تعال بقى نشوفها بالتفصيل اهي. فاحنا لو اخدنا دور كده كامل، لو اخدنا مثلا جزئية زي دي كده وده نحلها تحت، هتلاقي هي اللي معانا تحت دي. ماشي نيجي نفصل بقى، نيجي ناخد الانترميديت هنج دي وعليها كيو ستار على الاربعة زي ما قلنا، ودي عليها كيو ستار على الاربعة. تمام؟ طيب المنشأ بتاعك ده انت تقدر تجيب الرياكشن ده بمنتهى السهولة،
ازاي؟ هنا انا عارف ان المومنت بزيرو، فتاخد سيجما المومنت في الجزئية دي، بتاخد سيجما مومنت في الجزئية دي. منتهى البساطة، كيو ستار على 4 مضروبة في الايه، وعندك رياكشن تاني اللي هو كيو ستار اللي انت لسه مش عارفه ده بقى، بس مضروب في الدي على 2، وانت عارف ان المومنت هنا بصفر، هتقدر تجيب الرياكشن ده. طيب الرياكشن ده هو ايه؟ هو في نص الباتن بليت، تمام. طيب انا السكشن الكريتيكال عندي فين؟ في اخر الباتن بليت، فاجي عايز السكشن ده اللي هو في اخر الباتن بليت، بجيب له مومنت وشير. طب الشير هنا بيساوي قد ايه؟ بيساوي هي الفورس دي، فبيقول لك ان الشير في الباتن بليت بيساوي في ستار في ايه على 2 الدبس، هي هي بالظبط، كيو ستار او في ستار هي هي، يعني مفيش فرق. فكده جبنا الشير. طيب المومنت هنا بيساوي نفس الرقم ده كده، بس مضروب في دي على 2، فده المومنت في الباتن بليت. كده انت يعني جزئية الباتن بليت واللي هي ممكن تحس ان فيها حاجة جديدة خلصت. طالما جبت السترينج اكشنز كده انت خلصت، انت كده بتصمم ستيل عادي بقى، خلاص بتحسب الاي اكس بتاعت القطاع بتاعك. طيب فين القطاع بتاعي اصلا؟ القطاع بتاعك اللي هو ده، مش احنا قلنا ان الاتش بتاعتك 50 سنتي، فخلاص الاتش بتاعتك اهي 50 سنتي. طيب وقلنا السكنس كام؟ شوف حضرتك السكنس انت جايبه 1 سنتي، طيب لو انت عندك 50 سنتي و 1 سنتي، فبتجيب الاي اكس وبتبدأ تحسب بقى الام نومنال بيساوي الام بلاستيك بيساوي الزد اكس في الاف يلد. طيب الزد اكس ايه العلاقة ما بينها وبين الاس اكس؟ لو القطاع بتاعك ريكتانجل تضرب في 1.5، مش 1.13، لان 1.13 ده لشكل الاي، لكن للريكتانجل بيبقى 1.5. جبت الام نومنال. طيب الام باتن بليت اللي احنا كنا حسبناه 152، وفاي في ام بلاستيك 1275، فاهم؟ سيفة جدا يعني. بعد كده بتشيك على شير ستريسز، الفي نومنال 0.6 في الاف يلد في الاريا ويب، والفي التيميت بيساوي 6.07، هي اقل بكتير من الفاي في الفي نومنال. طيب بعد كده عايز اشيك على الباتن بليت، الباتن بليت كونكشن. بعد كده يا باشمهندسين عايزين نصمم الويلدد كونكشن بتاعت الباتن بليتس، تمام. ف حضرتك بس محتاج تعرف فين مكان الويلد ده. فاحنا مكان الويلد، انت لو عندك اللي بالاحمر دي اللي هي الباتن بليت، خلاص، والعمود بتاعنا اللي هما السي هنا والسي الناحية التانية، هيك انت عندك الويلد بالشكل ده كده. خلاص اللي هو احنا راسمينه فوق اهو. طيب احنا قلنا من الزاوية اللي احنا لسه قايلينه فوق ده، الشير قيمته قد ايه؟ يعني الشير اللي هو هنا قيمته قد ايه؟ قلنا ان في ستار في ايه على 2 دي، خلاص اللي احنا كنا لسه حاسبينه فوق اهو، اللي هو كيو ستار في ايه على 2 دي. بعد كده التورشن على الكونكشن، فهو بيساوي الفي، ماشي، اللي احنا لسه قايلينه، مضروب في المسافة من اول سنتر لاين الباتن بليت لسنتر لاين الكونكشن بتاعتك، تمام. في المسافة دي اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الدبس على 2، اللي هي الدبس على 2، خلاص. بعد كده حضرتك تعمل assumption للويلد سايز. احنا هنا عملنا assumption ان هو 1 سنتي. انت محتاج بس تعرف الكونكشن دي يعني عليها ايه وهتصمم ازاي. فطالما انت حسبت بقى الشير اللي هو على الكونكشن والتورشن اللي على الكونكشن، فهي اقرب ما يكون
للكونكشن اللي هي كانت على البراكت لما كان عليها شير وتنشن، خلاص اللي خدناها في اول الدرس بتاع الكرين. خلاص بعد الكرين على طول بعد ما خلصناه كان في الدرس اللي هو بتاع الكونكشن اللي هو شير وتورشن، تمام؟ فهو ده اللي بنطبق فيه نفس القاعده اللي هنا بالظبط، ما فيهاش اي حاجه جديده. طب لو انت فاكر بقى اما كنا بنحسب الاي اكس والاي واي كنا بنحتاج ايه بعدهم؟ الاي بولر. خلاص فانت بنفس الكونسبت بالظبط، تحسب الاي اكس بتاع الويلد اللي هو قصادك ده، تحسب الاي واي، بعد كده بتحسب الاي بولر اللي هو اي اكس بلس اي واي. خلاص طيب هتشيك على اي نقطه؟ تشيك على ابعد نقطه خالص. فانت لو عندك التورشن هنا اهو وعندك الشير هيك بتشوف ابعد نقطه فين، فهتلاقي ان ابعد نقطه اللي هي النقطه دي اللي هو كاتب عليها بوينت 1. خلاص تعال نشيل بقى الكتابه عشان تبقى واضحه قدامك. بوينت 1 دي بيجي عليها شير افقي وشير راسي. الشير الراسي اللي هو الفيرتيكال بيساوي الام تورشن مضروب في المسافه من اول هنا، المسافه الافقيه من اول هنا لغايه هنا، المسافه دي كلها اللي هي من الرسمه اللي قصاد حضرتك هي 95 ماينس 25.3. 25.3 ده المكان بتاع السي جي بتاع الولد. ف ده كده الترم بتاع التورشن، الام تورشن في الديستانس على الاي بولر زائد الشير الرأسي على الاريا بتاعت الولد، تمام؟ في بعد كده ايه تاني؟ الشير الهوريزونتال، فالام تورشن في المسافة الرأسية، المسافة دي كده دي ال 25 هيك بتقسمها على الاي بولر، بعد كده بتجيب بقى الشير بتجمع الاتنين ف Q ده سكوير زائد ده سكوير طلعلك 1.008. ده سيف بات ويست، فانت لو عايز تقلل لحام فبتقول ان اس نيو بيساوي اس اولد مضروب في كيو واحد على 0.7 في 0.4 في الاف التيميت. ده بيجيب لك سايز جديد اللي هو 0.208. ده كده جاست سيف، ماشي؟ بس انا عارف ان مينيمم سايز هو 0.4 اللي هو 4 مللي، فحضرتك بتستخدم المينيمم سايز بس كده. ده كده السكشن بتاع النهارده.